بسم الله الرحمن الرحيم. هو واضح ان النهارده اليوم العالمي لمشاكل الصمام، يعني دي الحاله رقم 5 وانا لسه قاعد على الكرسي زي ما انا. انا بس عايز انقل لكم ان مش عايز اخوفكم. الصمام اللي مركب صمام وشغال كويس خلاص حظك حلو وما تخافش، بس تبقى يعني مستعد لاي مشاكل. لكن اللي مركبش صمام لازم لما نتكلم عن كي الحنفيه ونجاحها ما تاخدش الموضوع ببساطه. طيب تعالوا بقى النهارده نشوف برضو حالة من مشاكل الصمام. الطفل الأمور ده حمزة عمره 2 سنة و7 شهور، وبعدين ركب الصمام وهو عنده 10 أيام، ولكن بعد كده لقوا راسه عمالة تكبر، فالدكتور راح مركب صمام تاني الناحية التانية. طبعا ده إجراء أنا ما بحبوش إطلاقا، لأن لو الصمام مش شغال أنا هركب صمامين برضو مش هيشتغلوا. المهم ان هو الامور بتاعته استقرت نسبيا، بس طبعا راسه كبيره جدا 54 سنتي، اتاخر طبعا في الحركه وفي المشي، وما زال المشي بتاعه صعب. بس المشكله بقى اللي ظهرت، معلش ورينا راسه كده يشيل الغطا. المشكله ان الصمامين اتكشفوا، يعني الصمام ده طلع بره الجلد والصمام ورينا التاني. معلش حبيبي معلش، مش هنشيل البلاستر بس. الصمام طلع بره خالص. خلاص خلاص شيل. المهم يعني ان احد مشاكل الصمام البايخه جدا هو ان الصمام ساعات الجلد بتقطع من عليه فالصمام بيبان، وده اللي حصل لحمزه. فبقى عندنا صمامين والاثنين طالعين بره. ان شاء الله احنا هنحاول الاسبوع ده نحاول نعمل له بقى جراحه كي الحنفيه ونحاول نتخلص من الصمامات دي خالص. هو حمزه زعلان شويه، بس اللي عايز اقوله ان انت لما بتعمل يجي صمام عنده مشاكل بتبقى جراحه كي الحنفيه اصعب جدا، يعني انت بتصعب عليا القصه. بينما لو عملنا الجراحه في الاول وكل حاجه نظيفه بيبقى جراحه اسهل وممكنه. ان شاء الله احنا هنعمل الجراحه باذن الله، يعني يمكن الاسبوع ده والوالد معانا. قول لنا بقى انت تجربتك ايه مع الصمام؟ احنا كنا ركبنا الصمام كده بعد الولاده ب 25 يوم، جاب شغال لمدة 6 شهور. بعد كده حصل بطء حركة في الصمام أو ما عادش شغال، فكان الطفل دايما عينه بدأت كده تتحرك أو حركة عينه بدأت تبقى بطيئة. قررنا نروح المستشفى تاني، فبدأوا يعملوا لنا صمام تاني غير الصمام الأولاني. عنده عمر 7 شهور أو 8 شهور. الحالة استقرت بعد كده. الحالة اللي بعد كده 3 شهور كان بقى تمام. حصل انسداد بعدها ب 3 شهور ولا 4 تاني. ايوه ودخل عمل الانسداد وكده، بقى له سنة كده مستقر. بس اللي ظهر جديد بقى الصمامين بدأوا يبانوا من الجلد ذات نفسه، الجلد بدأ يفتح على الصمامين والصمامين بدأوا يبانوا. طب معلش انا تعبت شويه، احضر الناس الصمام ازاي هو كشف. ممكن خليه كده بقى بس بالراحه من غير ما تتعبه، هو هيزعل طبعا. ثانيه واحده يا حمزه، حمزة بس خلاص خلاص بس خلاص. زي ما انتم شايفين الصمام بقى في الشارع خالص، الجلد تأكل من عليه. خلاص 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 خلاص. بصوا يا جماعة، في قاعدة، الصمام لو اتكشف كله أو جزء منه أو الخزان بتاعه أو البلاستيك الأبيض لازم يتشال فورا. مفيش حاجة اسمها الصمام يتكشف ونخيط عليه أو نقفل الجلد. خلاص خدي حمزه. المشكله بقى عند حمزه ان الصمامين اتكشفوا، عشان كده احنا ما بنحبش موضوع الصمامين وثلاثه. انت كل ما بتزود صمام بتزود مشاكل. ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. دعواتكم بقى لحمزه وان شاء الله الاسبوع ده نعمله.